كالعادة أنت رح تكون موجود بالمهرجان حتى تعمل لنا تغطية حلوة. شفنا محمد حفزي كتير متحمس بالمؤتمر لها الدورة الجديدة، خاصة يمكن هو أول مرة بيكون رئيس مهرجان القاهرة السينمائي. صحيح مريم، يعني أنا مبارح وصلتني دعوة المهرجان وإن شاء الله حروح. الحقيقة بدي أخبركم شيء عن محمد حفزي. محمد حفزي هو رجل سينمائي بامتياز، يعني حتى أنه هو بيشتغل بطريقة منظمة ومرتبة وعنده رؤية مختلفة لكل الأمور السينمائية، لهيك هو قرر أنه ما يدفع مصاري ومبالغ مالية ليجيب نجوم عالميين ليكونوا هنن ضيوف هذا المهرجان، وقال أنه خلينا نوفر هدول المبالغ يعني أحسن للأفلام المشاركة بالمهرجان أو الأفلام المعروضة. وكمان هالسنة بدي أخبركم أنه في ريد كاربت، لكن مثل السنة الماضية حتتواجد فيه بس كاميرات المحطة اللي اشترت حقوق العرض المباشر حصريا. ومثل العادة صبحي رح يكون في يوميا عروض للأفلام وأيضا ندوات خاصة بالسينما. مزبوط مريم، وبعتقد أنه النجوم اللي رح يكونوا مهتمين بالسينما هاي السنة رح يكونوا أكثر، لأنه في مستوى كتير عالي من الأفلام مشاركة بهذا المهرجان، وهذا الشيء بعتقد أنه رح يفيدهم، وبتوقع أنه السنة ممكن يكون في حضور كتير كبير وأكبر من السنة الماضية. الحلو كمان أنه هالسنة رح نشوف منافسة سينمائية كبيرة جدا بين هالمهرجان ومهرجان الجونة. بعد ما كان مهرجان القاهرة السينمائي يمكن هو الأبرز على الساحة ولسنوات، مع العلم أنه السنة الماضية عملوا نقلة كبيرة مقارنة بالسنوات اللي فاتت اللي حسينا فيها أنه بريق المهرجان خف بشكل كبير. صح مريم، يعني صار مثل ما لاحظنا أنه في منافسة صحية بين المهرجانين. صح. وحفزهم هذا الشيء أنه يشتغلوا أكثر على مستوى ومحتوى هدول المهرجانات. وكمان لاحظتي معي أنه هذه السنة مهرجان الجونة مستوى تحسن عن السنة الماضية، ولحتى يحافظوا على هذا المستوى شو عملوا؟ بلشوا التحضيرات من هلأ. طيب صبحي، بعيدا عن المهرجانات حكينا كمان عن إنتاجات السينما اللي كتير مهمة وبارزة في الفترة، خاصة أنه بيشارك فيها أهم النجوم. بالفعل مريم، يعني في أفلام كتير تصورت خلال هاي السنة، ومؤخرا أعلنوا عن البعض منا اللي رح يبدو بعرضها خلال عطلة رأس السنة بعد ما تم تأجيل بعضها من المواسم الكبيرة خوفا من خسائر إذا تنافسوا مع أفلام النجوم الكبار. وهالأفلام منا فيلم 122 لأحمد داود وأمينة خليل، كمان في فيلم دماغ الشيطان لرانيا يوسف وباسم سمرة، وبعد التأجيلات الكبيرة أخيرا رح ينعرض فيلم الكنز لمحمد رمضان وهند صبري، كمان في فيلم أرمط بيت مرمط لأحمد آدم، وفيلم زاني سبعة لأحمد زاهر، وعش الدبابير لأدوارد. بالمقابل كتير من النجوم بيستعدوا لتصوير أفلامهم الجديدة، ومن بين الأفلام المنتظرة هو فيلم أهل الكهف. مزبوط، هذا الفيلم هو مقتبس عن رواية الأديب توفيق الحكيم، واللي عم يكتب السيناريو لإله هو أيمن بهجت أمر، وهو من إخراج عمرو عرفة. هلأ الرواية قديمة صبحي وأحداثها بتدور ما بين عام 250 و600 ميلادي، يعني فيلم أو قصة تاريخية صعب جدا أنه نتخيل المخرج كيف حيخلي هالأحداث تصير بتشبه وتحاكي واقعنا. هلأ الرواية فيها حقيقة أفكار بتشبه واقعنا اللي عم نعيشه، وأكيد حيصير فيها تعديلات مريم، يعني أهم هي التعديلات اللي حيصير على الأبطال، لأنه أبطال الرواية هن ثلاثة، بينما بالفيلم حيكونوا سبعة، واستقر المخرج على ستة منهم لليوم، وهن أحمد عز، منى زكي، شريف منير، أمير كرارة، مصطفى خاطر، دينا الشربيني.